السلام عليكم، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من دورة تعلم البرمجة مع أوتشر. اليوم راح ناخذ فكرة جديدة. الفكرة تقول إنه أني عندي يعني عدد معين، شلون أحكم على هذا العدد؟ هل هو عدد موجب أو عدد سالب أو صفر؟ إنها نعرف بالمفهوم الرياضي الأعداد تنقسم إلى أعداد موجبة وأعداد سالبة والصفر. يعني المفهوم بسيط، إنه العدد اللي راح يدخل للبرنامج أسوي له اختبار check عن طريق ما عندي غير الـ if condition، كفت شرط معين أكتبه. شنو هذا الشرط؟ اللي أعرفه أني إنه الأعداد الموجبة إذا كانت الأرقام أو الرقم إذا كان أكبر من الصفر فهو يعتبر عدد موجب، وإذا كان أصغر من الصفر فيعتبر عدد سالب، وإذا كان صفر فمعناته هو صفر يعني. فبيجي حالة تقريبا أنا عندي ثلاثة كونديشن، لكل حالة هي عبارة عن كونديشن، لازم أكتب له فد كونديشن معين، ومن يتحقق يؤدي إلى طباعة فد عبارة توضح إنه هذا الرقم شنو نوعه. لنفرض انه الرقم اللي انا واحد داخله على سبيل المثال، احنا راح نشتغل على انه هو انتجر، ما تفرق اذا كانت فلوت. فقلت مثلا انتجر، مثلا العدد هو اكس فاز مقط، زين اسوي له عملية ادخال سي ان الاكس. لحد الان الكلام منطقي، انه انا عندي عدد خزنته بالذاكرة أو حجزت له موقع بالذاكرة X اسمه نوع انتجر، ودخلت القيمة مالته من البرنامج للبرنامج عن طريق الكيبورد. هنا راح أجري له اختبار. الاختبار الأول أشوفه هل هو عدد موجب، يعني هل هو موجب، إذا موجب أطبع يعني عبارة إنه تقول إنه هو موجب. شنو شرط الموجب؟ شرط الموجب إنه إذا كان العدد f أكبر من الصفر. إحنا قلنا دائما الشروط تكتب بال 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 يعني باستخدام أو عن طريق استخدام ال operational relational operator، المعاملات العلاقية اللي هي أكبر أو أصغر، أكبر يساوي أصغر أو يساوي، لا يساوي يساوي. هي هاي الشروط يعني المفهوم الرياضي لها. ففعلا إذا كان العدد أكبر من الصفر فهو يعني موجب. فإذا يتحقق الشرط، إذا يجيني فعلا العدد هو أكبر من الصفر، يعني قلنا من نكتب الشرط نكتب ويا العبارة في حالة إنه يتحقق الشرط. فأفتح قوسين أكتب أقول له سي أوت، أقول له positive، تمام. هذا الشرط الأول. الشرط الأول وهي الجملة مالته positive. زين الشرط الثاني، إذا العدد ممكن يجيني أصغر من الصفر، إذا كان x أصغر من الصفر فمعناته هذا العدد سالب، المفروض أطبع عدد يعني عبارة توضح إنه هو العدد سالب. سي أوت نيجاتيف، زين. الشرط الأخير، إذا كان العدد قيمته تساوي الصفر فهو زيرو. إف x يساوي صفر فمعناته سي اوت اقول ان العدد زيرو، خلص البرنامج. هنا هسه من انفذ البرنامج
يطلب من عندي ادخال رقم، مثلا راح ادخل رقم موجب راح يطلع لي كلمة positive. positive كتبناها صحيح positive، هل نتأكد من هذا؟ هي negative. استخدم هذا القاموس البسيط. positive يعني موجب، negative يعني سالب. تمام زين. إذا مثلا هسه أدخل رقم سالب، سالب 5 شو اللي راح يعطيني؟ راح يطلع لي نيجاتيف. كلام صحيح. زين إذا أدخل 0 راح يطلع لي زيرو. زين ولكن خلينا نشوف، هو يعني احنا صحيح انه كل شرط، يعني انا عرفت انه الاعداد تنقسم الى 3 حالات، فكل حالة خليتها بشرط وكل شرط كتبت الجملة في حالة تحقق الشرط، هو هذا يعني الستركتشر مال اف كونديشن. ولكن خل نفهم انه شلون دي يتنفذ اصلا، يعني مثلا انا راح انفذ من جديد واقول مثلا انا قلت 5 وقال لي بوزيتيف. هي الفكرة شو راح هذا بعد ما يدخل العدد ويروح للمتغير اكس، يجي على اول اختبار يشوف هل الخمسة او الاكس، يعني الخمسة اللي داخل الاكس هل هي اكبر من الصفر؟ فعلا الخمسة اكبر من الصفر، يعني هذا الشرط صحيح ترو. فمن يتحقق الشرط سي بلس بلس تدخل داخل الاقواس مال هاي الاف وتنفذ العبارة اللي موجودة، فطبعت عبارة بوزيتيف فلذلك طلع لي الجواب بوزيتيف. زين وراها شو يسوي؟ ينزل على الاف الثانية يختبر من جديد، مع العلم هو اصلا يعني حقق لي الشرط الاول، وفعلا انه العدد اذا كان بوزيتيف مستحيل راح يطلع سالب او صفر، فلذلك المفروض هو ما ينفذ هاي الجملتين، ولكن هو مستمر ينفذ هاي الجملتين لان جاية بطريقة هي. يعني باعتبار انه هاي الاف وهذا البلوك مفصولة عن هاي البلوك، يعني ماكو فد ارتباط يوقف ويقول له ترى اني لقفت العدد عرفت شنو حالته بعد لا تشيك، ما يعني ما تفتهم سي بلس بلس، هذا تشوف انه كل واحد مستقل، فلذلك تظل مستمرة بالتشيك، تقول ترجع تقول الاكس اصغر من صفر، تروح تشوف الاكس 5 والخمسة مو أصغر من الصفر، فمعناته هذا الشرط فولس ما يتحقق، فما تدخل تنفذ الجملة، تعبر على نهاية القوس وترجع تلقي بدربها هم اكو كونديشن آخر هم تختبره، تقول ترى الخمسة هل تساوي الصفر؟ لا هو فولس هذا التعبير، الخمسة لا تساوي الصفر، شلون هي تساوي الصفر؟ ف ايضا ما يدخل ينفذ هاي الجملة، يعبر للنهاية مال اف وبعدين ينزل يلقي نهاية البرنامج. ولكن اذا كان سالب فيختبر هذا وما يتحقق وينزل يشوف هذا يتحقق فيطبع، واذا بالنسبة للصفر يختبر الاول ما يتحقق، يختبر الثاني ما يتحقق، يختبر الثالث يتحقق وينفذ. فالقصد اني اذا شلون اعرف انه يعني اذا اني مثلا هاي الحاله مثلا انه اني يعني شيء يعني كان موجب وشيكت الشرط مالته وتحقق وطبعت العباره، يعني ما اريد انه يرجع يشيك من جديد، يعني ما اريد يرجع يشيك هاي الاف وهاي الاف، فبيجي حاله من يكون انا عندي اكثر من شرط واكثر من جمله، اسوي فد شيء اسمه يعني او استخدم فد ستراكشر هيكلي اسمها نيستد اف، يعني الاف يعني المتشابكه او المتشعبه، في النيستد اللي هي وحده بداخل الثانيه، نا اللي هي عباره اف الس اف، يعني انه شو يقول؟ يقول من انت عندك
اول شيء احنا يعني خلينا نشوف سرعة تنفيذ هذا، او بعدين نشوف سرعة التنفيذ، بس هي الفكرة انه يقول من انت عندك اكثر من شرط، وهذا الشرط يعني الحالات مترابطة، اكو فشي يجمعهم، اللي يجمعهم انه هو المتغير اكس كل مرة قاعد اختبره في شرط. فيقول انه انت اذا تصير عندك هيجي حالة على مود سي بلس بلس تفهم انه تلقف حالة واحدة ماكو داعي تشيك البقية، تكتب هنا العبارة else if، وهنا else if. فإذا لقفت السي بلس بلس هذا التعبير الأول، ما راح يعني من تشوف else if ما راح تختبر، راح تعرف انه هذا في حالات اخرى، فتعبر هذا التنفيذ، فيكون التنفيذ اسرع ومنطقي. يعني هسه مثلا اذا نفذ من جديد، من اقول له مثلا 5 راح يطلع بوزيتيف، ومن اقول له سالب 5 راح يطلع نيجاتيف، تمام، ومن اقول له 0 يطلع 0. بس الفكرة شلون هنا من نفذ الخمسة، من قلت له 5 طلع بوزيتيف، شو سوى هو؟ اجي بعد ما دخل العدد اختبر، قال 5 اكبر من 0، نعم هذا الحكي ترو، اذا نفذ الجملة اللي بداخله كتب بوزيتيف. من نزل من شاف ايلس مباشرة عرف ان هو هاي الحالة تابعة الهاي الاف، فمباشرة ما راح يشيك الشرط، فمباشرة ينزل وأيضا يلقي else if، وأيضا ينزل لحد ما يطلع. يعني بس يلقف ال else هاي ماكو داعي يشيك الشرط، يعتبر انه هو هاي الحالة الثانية، وبما انه هو حقق الحالة خلاص، تمام. ف هنا لو نشوف سرعة التنفيذ، نقول مثلا هنا راح نعتبر بدون عملية إدخال مثلا 5، نريد نشوف بدون الإيرس بالحالة العادية إيش قد سرعة التنفيذ. طبعا راح يلقوا في الحالة الأولى اللي هي البوزيتيف 0.041 سكند. زين، يعني إذا قلت له else ايش قد راح يكون التنفيذ؟ 0.047 سكند، صار أبطأ. ليش؟ زين، هنا خلينا نقول 0 آخر حالة، خلينا نشوف شلون راح يلقفها. إذا بدون هاي الحالة جد 0.054 سكند، يعني معناته تشيك ذن يكون. زين، إذا خلينا else أو بوينت أو خمسة وخمسة، هنا يمكن يعني زمن التنفيذ مدى يبين كلش يعني، ولكن انه انا ممكن استخدم يعني هاي من تكون عندي اكثر من شرط استخدم هاي الحالة. هاي اذا نرجع سي ان اكس حالة اخرى، ايضا اذا انا مثلا عندي حالتين اللي هو الموجب والسالب، الحالة الثالثة بعد ماكو داعي اكتب الشرط، مباشرة أقدر أستغنى عنه وأكتب بس else، لأن الرقم إذا مو موجب وإذا مو سالب فأكيد هو صفر. يعني أنا شيكت فقط أول حالتين، بما أنه ما تحقق فأكيد هو الرقم يعني الثالث، يعني أكيد صفر الحالة الثالثة. لأن إذا من يجينا هنا أشيكه هو positive خلاص أوكي.
اذا مو بوزيتيف شيء كنيجاتيف هم مو نيجاتيف. اذا اكيد اذا لا بوزيتيف ولا نيجاتيف اكيد صفر هو، فماكو داعي تشيك انه هل هو صفر، يعني اكيد تأكدت انه هو صفر لان هو لا موجب ولا سالب، فمباشرة اطبع. فناس اذا اريد انفذ اقول مثلا صفر واسا انطبع لي زيرو زين. فبهيج حالة يعني الغاية من هاي الفكرة انه احنا شلون نعرف يعني مثلا الاعداد، مثلا مثل اخذنا بالحلقات السابقة الزوجي الفردي، هاي راح نستخدمها بجزء معين من برنامج ضخم اكبر من عنده بالمستقبل. بس الفكرة انه شلون بدنا نتعامل ويا الكونديشن، شلون من الشرط يتحقق، شلون استفاد من عنده، شلون اطبع فد عبارة معينة او هذا رقم استفاد من عنده، اسوي فد شغلة معينة، فد معادلة معينة وهكذا، وشون اتعامل ويا اكثر من كونديشن والايلس، وشون اخمن الشرط واكتب الشرط بصورة صحيحة بالاعتماد على العلاقات بين المتغيرات وال الريليشنال اوبريتر ومن هذه الامور. فلذلك هذا يعني البرنامج يعطينا فد انطباع عن استخدامه. ان شاء الله بالحلقات القادمة راح ناخذ افكار اكثر وبرنامج بيفيد فكرة يعني مفيدة لتطبيق الكونديشن. إلى هنا ينتهي هذا الفيديو، مع السلامة.